رحم الله أمير المؤمنين غيلة قتل، فأمر الهرمزان على قتله بعد أن عفى عنه وأحسن إليه. كيف وصل المدينة؟ كيف؟ أين عمر؟ هو ذا. أين حرسه وحجابه؟ ليس له حاجب ولا حارس ولا كاتب ولا حتى ديوان. ينبغي أن يكون نبيا، بل يعمل عمل الأنبياء. السلام عليكم. السلام عليكم. إنه الهرمزان يا أمير المؤمنين. أعوذ بالله من النار وأستعين الله. الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تفطرنكم الدنيا فإنها غرارة. إنه ملك الأهواز يا أمير المؤمنين، ألن تقول له شيئا؟ لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. يا أحنف، هل أثقلتم عليهم الجزية حتى دفعتموهم إلى نقض عهدهم وقتالهم لنا المرة تلو المرة؟ إنك يا أمير المؤمنين نهيتنا عن الانسياح في بلاد فارس، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيادينا، لكن ملك الفرس حي بين ظهرانينا. والله ما اجتمع ملكان إلا اختلفا وخرج أحدهما على صاحبه، فأذن لنا أن نسيح في بلادهم وننتهي منه، عندها ينقطع رجاء أهل فارس به وتدين فارس لنا. صدقتني والله. أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. لا تخف، لن أقتلك قبل أن تخبرني. حلقي يا جاف، أريد ماء. أحضر ماء. لو مت عطشا لا أشرب بمثل هذا. أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. لا بأس عليك حتى تشربه. املأ له قدحا آخر ولا تجمع عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الماء، إنما أردت بهذا أن أمنح الأمانة وقد أمنتني. كذبت. صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنت. ويحك، أأنا أؤمن قاتل مجزئة؟ نعم، قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت كذلك لا بأس عليك حتى تشرب الماء. وهل عفى عنه أمير المؤمنين؟ نعم، لكن اشترط عليه أن يسلم، فأعلن إسلامه وأسكنه المدينة وأمر له بألفين من الدراهم، فجازاه عدو الله بالتآمر على قتله. يا مسور، دعني مع عثمان وعلي لوحدنا. أمرك يا خالي. إنكما خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عنكما وهو راضي، لم تألوا جهدا في نصرة الإسلام ونصرة نبيه، ولا أعرف عنكما ضلالا ولا غيا. يا عثمان يا ذا النورين، يا من زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال له عندما توفيتا رحمهما الله، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وشرف الزواج من ابنتي نبي، لم نعلم أن ناله بشر إلا أنت، مذ خلق الله آدم حتى الآن. وإن أنسى ما أنسى قوله لك بعد النفقة التي قدمتها لغزوة تبوك، إذ قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأنت يا علي يا ابن عم الرسول وزوج ابنته، يا من فديته ونمت في فراشه يوم الهجرة، ودعاك النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتك وابنيك لمباهلة أهل نجران، وقال هؤلاء أهلي. يا من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، ودعا له في حجة الوداع إذ قال ما
من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال لك أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الحمد لله. والآن يا عثمان، تعاهدني إن وليت لتعدلن، وإن ولي عليك علي لتسمعن له وتطيعن. أعاهدك بالله. وأنت يا علي، تعاهدني إن وليت لتعدلن، وإن ولي عليك عثمان لتسمعن له وتطيعن. أعاهدك بالله. أتوكل على الله. من تظن سيكون أميرا للمؤمنين من بين هؤلاء السبعة؟ لا أدري، إنهم جميعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو راض عنهم، ولقد تعاملت معهم، عايشتهم، فوالله ما رأيت أحسن خلقا ولا أفضل تعاملا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رحم الله أمير المؤمنين عمرا وأسكنه فسيح جناته. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وأحمد الله أن جعل أمرنا شورى بيننا. أيها الناس، إني سألتكم في أمرنا هذا سرا وعلانية جمعا وأشتاتا، حتى خلصت إلى النساء في خدورهن، وسألت الولدان ومن يرد من الركبان والأعراب المدينة 3 أيام بلياليها، فرأيت أن عامة الناس لا يعدلون بعثمان. يا عثمان، هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد. اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رهن. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. لكن طلبهم رضا الله سيجمعهم إن شاء الله. سمعت أن الأمر حصر بين عثمان وعلي، وهذا ما يثبت قولي، فقد تخلى 4 منهم عن المطالبة بهذا الأمر لصالح عثمان وعلي. لماذا لم يتخلى أحدين الصحابيين عن حقه في الخلافة للآخر؟ إن عبد الرحمن بن عوف سأل عثمان مذ كانته وقال له: ورأيت إن لم أولك بمن تشير علي؟ قال: بعلي بن أبي طالب. وسأل عليا نفس السؤال فقال علي لعثمان بن عفان. بارك الله فيك، سلمت يداك يا أخي. أيها الناس، اسمعوا وصية أمير المؤمنين بن الخطاب التي أملاها قبل وفاته إلى الخليفة الذي بعده: ثم اركب الحق وخض إليه الغمرات، وكن واعظا لنفسك، وأناشدك الله: إلا ترحمت على جماعة المسلمين فأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم، ولا تضربهم فيذلوا، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم، ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، ولا تغلق بابك دونهم
فيأكل قويهم ضعيفهم. هذه وصيتي إليك، وأشهد الله عليك، وأقرأ عليك السلام. رحم الله ابن الخطاب. رحم الله. الحمد لله الذي هدى المسلمين لاختيار أمير لهم يعرف بالسابقة في الإسلام والبذل في سبيل الله. لقد أتعب أبو بكر وعمر كل من سيتولى الخلافة بعدهما. رحم الله ابن الخطاب، ما مات حتى وطد أركان دولة الإسلام ونشر أريجه فوق أصقاع معمورة من مصر إلى بلاد فارس. لن تقوم للفرس قائمة بعد نهوانت، وملكهم يزدجرد يفر من مدينة إلى أخرى، حتى الشام ومصر يسودهما الهدوء والسكون بعد وفاة هرقل. ونحن هل سنركن هكذا إلى حياة الدعة والهدوء؟ لم تكن حربنا يوما غاية أو مطلبة، إنما هي أداة، وسيلة لنشر دين الله. أتدري يا عاصم، أفكر في إحضار أمي وعائلتي للعيش هنا. حقا؟ ولم لا؟ والجهاد؟ ومتى عاقت النساء المسلمات الرجال عن الجهاد؟ أتدري يا عاصم، فلنذهب إلى المسجد، فقد سمعت أن عبد الله بن مسعود قد قدم من المدينة. هذه أول قضية تعرضوا على أمير المؤمنين بعد توليه الخلافة. كان الله في عونه. كيف سيحكم في هذه القضية؟ القاتل هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ابن ثاني خلفاء رسول الله، وابن أحب الناس إلى قلب أمير المؤمنين عثمان. فمر أبو لؤلؤة بأبي ومعه خنجر له رأسان، فتناوله أبي منه وقال له: ماذا جئت تصنع بهذا في المدينة؟ فقال له: آنس به. وعندما أعاده أبي إليه رآه عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر، فظنا أن أبي هو الذي أعطاه الخنجر. لقد سمعتم ما قال القماذبان دفاعا عن أبيه، فأشيروا علي هداكم الله. ما كان لعبيد الله أن يقتل الهرمزان وجفينة بدون أمرك يا أمير المؤمنين، حتى وإن ثبتت عليهما تهمة المشاركة بقتل عمر، وقد قتل ابنة أبي لؤلؤة وهي غير متهمة. وأنت يا علي، ما تقول في هذا الأمر؟ صدق سعد فيما قال، فأمر تطبيق حدود الله يرجع إليك، لذا أرى أن يعاقب عبيد الله على ما فعل، وعقوبة القاتل القتل يا أمير المؤمنين. أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ يا أمير المؤمنين، قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك، فدعها عنك. أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات، رحمه الله، ولم نرى يوما أكثر نشيجا منه. وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا ولم يألوا خيرا عن المسلمين، فاختاروا خيرهم عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين فبايعوه. هيهات يا عمرو هيهات، لا مفر من أن نقضي بهذا الأمر. فبما تقضي يا أمير المؤمنين؟ نقضي بشرع الله يا طلحة. أخبروني، من أولياء دماء القتلى؟ ابن الهرمزان ولي دم أبيه، أما جفينة وابنة أبي لؤلؤة فليس لهما ولي نعرفه يا أمير المؤمنين. إذن فالأولى أن نبدأ بجفينة والفتاة، لأنهما ليس لهما ولي، لكن من سيكون وليهما؟ أنت يا أمير المؤمنين، أنت
صاحب الأمر وأنت ولي من لولي له. حسنا حسنا، تعلمون أن لولي أمر القتيل في شرع الله أن يعفو عن القاتل ابتداء دون طلب دية، وأجره على الله. نعلم ذلك والله. ولولي الدم أن يقبل الدية بدل الدم، وله أن يطلب القصاص. له ذلك أيضا يا أمير المؤمنين. إذن بما أني ولي دم جفينة وابنة أبي لؤلؤة، فإني أطالب عبيد الله بديتهما. خيرا فعلت يا أمير المؤمنين. أما فيما يخص أمر الهرمزان فابنه هو ولي دم أبيه القتيل. صدقت يا أمير المؤمنين، هذا حكم الله. يا ابن الهرمزان، عبيد الله قاتل أبيك وأنت أولى به منا، خذه فاقتله إن شئت. لم يتجاوز حكمك شرع الله، أليس كذلك يا علي؟ أصبت يا أمير المؤمنين. اعفو عنه وأجرك على الله، إنه ابن أمير المؤمنين، فقد أباه كما فقدت أباك. أيها الناس، تعلمون أن إلي قتله وإلي العفو عنه كما حكم بذلك أمير المؤمنين، أليس كذلك؟ بلى بلى. هل تقدرون على منعي؟ لا لا. فإني أعفو عنه وأتركه لله ولكم. الحمد لله الذي أعطاك الله. يا يرفع، خذ من مالي دية الهرمزان، ادفعها إلى ابنه تطيبا لخاطره. لله در أمير المؤمنين ما أكبر قلبه وأوسع رحمته. كن حذرا يا أخي. إن شاء الله. اكتب إلى عمال الخراج. أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق به. الأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم. الوفاء الوفاء، لا تظلم اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. واكتب كتابا إلى عامة المسلمين. أما بعد، فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع. أمير المؤمنين طلب مني أن أتولى القضاء. ماذا قلت له؟ قلت له لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين، وقلت كذلك. أما سمعت يا أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من عاد بالله فقد عاد بالمعاد؟ قال: بلى. قلت له: فإني أعوذ بالله أن تستعملني. وعفاك؟ نعم عفاني، لله دره. لم يعرض علي القضاء إلا بعد أن انتهت قضيته، خشي أن تؤثر صلتي بك على حكمي عليك فيما لو توليت القضاء. لماذا كنت ستحكم لو عرض القضية عليك؟ بما حكم به أمير المؤمنين، فنحن ننفذ شرع الله لا نضعه. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اشتقت إلى الديار؟ اشتقت إلى الديار وإلى مراتع الصبا. ومن سكن الديار؟ كان قلبي يرتجف خوفا وهلعا عليك كلما سمعت عن معركة حدثت أو قتلا سقطوا. كنت أدعو للمولى كي يحميك ويعيدك إلي سالمة. لا أخفيك، طالما شعرت بالفخر والعزة وأنا أسمع صدى بطولاتك تتناقلها الركبان. قبل أن يمن علي الله بنعمة الإسلام كنت أقاتل لمجد قومي ومجدي أنا كغيري من الناس. أما بعد أن صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته. أسماء، ثواب الناس زائل وثواب الله دائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب أمير المؤمنين إلى الأمير معاوية. أما بعد فيا ولاة الأمصار، اعلموا أن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. عندما غادرتكم لأول مرة كنت أجهل ما ينتظرني، فقد خرجت للجهاد في سبيل الله. أما الآن فالسلام والهدوء يسودان أرض الإسلام، والكوفة جميلة وسوف نقطنها جميعا. جميعا؟ أجل يا أسماء، جميعا. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بأهل الذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. لأمير المؤمنين السمع والطاعة. إنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله لكم ويستبدل غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه.
أما من أحد بالباب يريد مقابلتي؟ لا يا مولاي. تباً لهم، كانوا يقفون خارج المدائن أشهراً حتى آذن لهم بمقابلتي. كانوا يتمرغون عند قدمي وهم يتوددون لي، أما الآن يتجاهلونني ولا يردون على رسائلي. هم الخاسرون يا مولاي. نعم، هم الخاسرون. عندما استعيد ملكي وأؤدب هؤلاء العرب، سيعود الجميع إلى التمسح ببساطي وتقبيل قدمي. لن تنتهي الحرب بعد. ب4000 جندي سأستعيد عرشي ومملكتي. ب4000 فقط. مالي أراك مغضبا أيها القائد؟ غفر الله لسعد بن أبي وقاص. لم أفهم كيف احتمل شقاوة أهل الكوفة عندما كان أميرها. والله لم يألوا جهدا في تنفيذ ما يطلبون، ومع هذا استمرت الناس في الشكوى والتذمر. حتى المغيرة بن شعبة المشهور بالذكاء والدهاء والفطنة لم يسلم من شكواه. لم يترك بابا إلا وطرقه يا رجل، ولا وسيلة إلا واستخدمها، ولم يكسب رضاه. أمير المؤمنين ينتظرك، ولقد استشارني في توليتك الكوفة فقلت إنك أهل لها. لا يا أبا محمد، ليست لدي رغبة في الولاية أو الإمارة، فقد نلت منها ما يكفيني. إن كانت خيرا فقد نلت منها، وإن كانت شرا فقد كفاني الله عنها. إنها رد اعتبار لك وعليك قبولها. قلت لك ليست لدي رغبة فيها. هل في نفسك شيء لأن الفاروق عزلك عنها؟ لا والله ما ألوم الفاروق بشيء، ولكنني أشعر بغصة لما حدث. قاتلت في سبيل الله، وضعت الإيمان بالله، مصلحة المسلمين نصب عيني، ثم أجد نفسي متهما من بعض أهل الكوفة أني لا أقسم بالسوية ولا أعدل في قضية ولا أرسل في سرية، وفوق كل هذا لا أقسم الصلاة. كيف أنت يا عاصم؟ الحمد لله. مرحبا بك يا عاصم. حمدا لله على سلامتك يا أمي. لكن عمر نهرهم وقال لهم إن الدليل على شركم وبطلان ما عندكم قدومكم بهذه الشكوى في الوقت الذي جمع لكم الفرس وجموعهم لملاقاتكم في نهوان. صدقت، لكنه أمير المؤمنين وعلي أن يتأكد من كلام الرعية. قد شعرت بالحزن والأسى ومحمد بن مسلمة ممسك بيدي يطوف بمساجد الكوفة يسألهم عني، لكن قال له والله لا نعلم عنه إلا خيرا ولا نشتهي به رضا، إلا أسامة بن قتادة هو الذي ظلمني وافترى علي. سمعت من بعض أهل الكوفة أن أسامة هذا أعماه الله وصار يتعرض للنساء في السكك، فإذا عتب قال إنما أنا مفتون. أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص الرجل المبارك. ماذا تقول؟ الحمد لله، الحمد لله الذي كشف زيف ادعائه وجازاه. رحم الله أمير المؤمنين عمر،
كان موقنا من براءتك وزيف ادعاءاتهم، حتى انه قال وهو على فراش الموت: والله ما عزلت سعدا عن عجز او خيانة، واوصي الخليفة بعدي ان يستعمله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ايها الناس، انكم انشغلتم بالحمام ولعب النرد حتى الهتكم عن الصلاة وعن ذكر الله، لذا فاني انذركم: من وجدت في بيته نردا هدمت عليه بيته، ولن ادع لكم حماما يلهيكم عن ذكر الله. من وجدت لديه حماما ذبحت الحمام واطعمته للفقراء. الا هل بلغت؟ جئت احسن امر ولاية مصر مع امير المؤمنين. على كل حال نحمد الله على سلامتك يا عم. تبدل حال اهل المدينة كثيرا، اراهم يرحلون بالنعم وتبسم بين ايادينا الخيرات. نعم، الخيرات والنعم تتدفق على اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقصى، حتى ان امير المؤمنين امر بصنع خزائن لهذه العائدات كي تتسع لها. وامير المؤمنين؟ مع انه امير للمؤمنين ومن اغنى اغنياء العرب في الجاهلية والاسلام، قد زرته البارحة ووجدته يأكل الخل بالسيف، فسألته عن ذلك فقال إنه يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حياة التقشف التي كان يعيشها. لقد أكثر الناس من الانشغال بطيران الحمام ولعب النرد، فنهاهم أمير المؤمنين عن ذلك وأمر بذبح الحمام وهدد بحرق كل بيت يجد فيه النرد. خرج الناس من شظف العيش الى غدمه، هذا ما نبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى عليكم ان تبسط عليكم الحياه كما بسطت على من كان من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما بدأت. ايها الناس، ايها الناس، اغدوا الى كسوتكم واغدوا الى العسل والسمن. هيا ايها الناس، ايها الناس، اغدوا الى كسوتكم واغدوا الى السمن والعسل. أيوة، صار السمن والعسل يوزع على الناس؟ نعم، ما ينتهي المنادي من دعوة الناس الى السمن والعسل حتى يدعوهم الى اخذ نصيبهم من بيت المال او ليوزع عليهم الكسوة. لقد اصدقتني القول والله يا عبد الرحمن، والله إني لأخشى على المسلمين أن تبدل هذه الخيرات من أخلاقهم وأن تنسيهم شكر الله. يعزلوني أهل الكوفة بأني لا أحسن الصلاة، ويوليني أمير المؤمنين على الصلاة والجند في الكوفة. جزاه الله عني كل خير. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أنت تشغل أباك بصنع السيوف دائما، كأنه لا عمل لديه سوى تنفيذ رغباتك. دعيه يا أسماء، كيف وجدت الكوفة؟ لقد استطلعت معظم معالمها مع والدتك، ولم أشعر بأية غربة هنا، فالناس فيها نقلوا معهم كل عاداتهم، شعرهم وفخرهم، حتى خصوماتهم تراها هنا. هذا ما يخيف ويبعث على القلق. بعد أن صار الإسلام العرب في بوتقة واحدة، جاءت حياة الدعة والهدوء لتحيي النزعة العصبية والقبلية. ألم تكن قريبا من سعد بن أبي وقاص عندما اختارها وسكنها للمرة الأولى؟ بلى، وكم حز في نفسي عزله عنها بعد أن اشتكاه بعض أهل الكوفة. الناس هنا كثيرو الشكوى يا أسماء، أعيوا ابن الخطاب
حتى أنه بدل لهم خلال عامين 5 ولاة. على الرغم من ذلك استمروا في الشكوى. ضاق بهم ذرعا حتى أنه قال: من يعذرني في أهل الكوفة؟ ماذا يريدون؟ سألهم عمر: من تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا: أبا موسى الأشعري. فولاه، ثم عادوا يتذمرون منه ويطلبون خلعه. فقال لهم عمر أنئذ: يا أهل الكوفة، أتريدون واليا قويا شديدا يحفظ الحقوق، أم تريدون واليا ضعيفا لكنه تقي؟ فلم يجيبوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا مطر؟ بخير الحمد لله. بارك الله فيك يا ولدي. تقبل أولادك؟ وما الغريب في الأمر؟ العطف والحنان من أوجه الضعف والخذلان، لا يجدر بالفارس التحلي بهما. يا مطر، الليث يعطف على شبله، فهل يعرف عن الليث الضعف؟ اسمع، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، أو أملك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك؟ أسأل الله إذن أن لا ينزع الرحمة من قلبي أبدا. لقد أرسل ابن الخطاب يوم كان أميرا للمؤمنين أحدهم ليوليه، فلما دخل ذلك الرجل على عمر وجده يقبل أحد أبنائه، فاستغرب ذلك الرجل كما استغربت أنت، وشعر ابن الخطاب أن الرحمة قد نزعت من قلب ذلك الرجل، فقال له: والله والله لا تلي لي عملا أبدا. حسنا، سأجبر نفسي على الرحمة حتى تكون الرحمة خلقي إن شاء الله. أعذرني أعذرني يا ابن العم، فلقد نسيت سبب قدومي. وفيما قدومك؟ أخوك عاصم ينتظرك في دار ابن مسعود كي تذهب سوية لاستقبال والي الكوفة الجديد. والي الكوفة الجديد؟